السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تعتزم وزارة الصحة في القادم من الأيام المرور للسرعة القصوى من أجل محاصرة فيروس كورونا، حيث قالت مصادر أن الخبر إن الوزارة تتطلع إلى الزيادة بشكل كبير في عدد التحليلات في عدد من مناطق المملكة. مصادر الجريدة أكدت أن وزارة الصحة تهدف إلى إجراء نحو 1,800,000 اختبار في إطار استراتيجية للكشف تمتد إلى نهاية يوليوز في كل أنحاء المملكة. ومن شأن هذا القرار أن يساعد المغرب في محاصرة الفيروس ورصد الحالة في بدايتها، الشيء الذي ينعكس إيجابا على حالة الشفاء التي تعرف بزيادة يومية. نشكركم على حسن المتابعة.